السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد رجب الطوخي. ازاي اخد طاقة ايجابية صباحية؟ الناس بتبقى صاحية اغلبها خلاص بيفكر في الشغل اللي هو رايحه بدري، ليه رايح بدري اصلا؟ مدير جايبنا بدري ليه؟ ويقعد بقى يفكر في الهموم والمشاكل اللي هتواجهه، ويا حبذا لو كان عامل مشكلة بقى في اليوم اللي قبله او في الاسبوع اللي قبله، ويقعد شايل الدنيا على دماغه. حضرتك احنا باذن الله سبحانه وتعالى محدش يعمل لنا قلق، محدش يوترنا، محدش يكون سبب في تضييق اليوم علينا. الله سبحانه وتعالى أعطانا اليوم، واليوم ده نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى بأوقاته بكل اللي فيه، نعمة من نعم الله لازم نستغلها كويس قوي. علشان حضرتك تاخد طاقة إيجابية وتاخد تبدأ يومك صح، لازم تتبع الخطوات التالية. بس قبل ما نقولك على الخطوات، لازم حط إعجابك وشارك الفيديو على قد ما تقدر، ادعم المحتوى، محتوى محترم جدا وممتاز، وإن شاء الله يكون في ميزان حسنات. أول حاجة صلاة الفجر، عادة محورية لو ظبطتها تظبط كل العادات بتاعتك. استعد لصلاة الفجر من اليوم اللي قبله، مبيت النية، الله سبحانه وتعالى أعلم بما في صدرك. حتى لو نمت متأخر، أنا بقول لك أهو، حتى لو نمت متأخر غصب عنك خليك في نيتك إن أنت تقوم للفجر، حتى لو هتنام ساعة، إن شاء الله هتقوم وتصلي الفجر. بعد الفجر لازم تقول أذكار الصباح. أذكار الصباح ما تعرفش كمية الأذكار اللي فيها حفظ بإذن الله سبحانه وتعالى من الشيطان ومن الشر، والأذكار التي تستفتح بها يومك لتكسب رزقك، كون وشك كده بشوش ومبتسم، وتوري الناس ابتسامتك الحلوة الجميلة اللي أيضا هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة الله تعد ولا تحصى. الحاجة اللي بعد كده إنك لازم تاخد على نفسك عهد ان انت تفرح حد في اليوم ده، او اكتر من حد طبعا، يعني مش لازم يكون شخص واحد، وتلكك بقى ان انت تفرح حد، طفل صغير، حد مسكين تديله صدقة، والدك والدتك، تصالح حد كنت مخصمه من فترة لله، عمل وسوى وقال وعد، بس لله. لو خدت على نفسك عهد في اليوم ان انت تفرح حد، بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى هيجيب لك سعادة، وهيجيب لك امل، وهيجيب لك تفاؤل، وهيخلي كل الناس اللي كانوا ساخطين عليك يرضوا عنك ويتبسطوا منك، وانت بالتالي هتكون يومك بإذن الله سعيد، ويوم جيد جدا، ويوم محترم، ويوم طيب. نبدأ يومنا كده بالابتسامة وبالتفاؤل وبالأذكار. ممكن في بعض الأسئلة ان انا بقترحها على حضراتكم تسأل بيها نفسك، فتقول مثلا من أكون ممتن له، أو من يستحق أن أكون ممتن له. ممتن يعني أشكره شكر جديد جدا من قلبي، وشكر كبير جدا من قلبي. من الناس اللي في حياتي اللي يستحقوا الشكر ويستحقوا التقدير، ولازم أتذكرهم وافتكرهم وأحبهم وأشكرهم. مين الناس دي؟ فلما حضرتك تأتي على بالك الأسماء، وحضرتك يجي على بالك وعلى ذهنك الأسماء دي، هتشعري فعلا بالفرح وبالسعادة، وإن أنت تردي الشكر. فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. تردي الشكر للناس دي، وكوني قد العرفان وقد الاعتراف بالجميل، وتكوني ممتنة فعلا. أنا ممتن لأبي، وممتن لأخي، وممتن لصديقي، وممتن لصديقتي، وممتن للشخص اللي ساعدني في إيجاد عمل، وهكذا. فالسؤال أنا ممتن لمن؟ مين؟ السؤال الثاني أنا فخور بمين؟ وفخور بمن؟ بمن أكون فخور؟ أيا كان بقى الصيغة بتاعتك، أنت فخور بمين؟ أنا فخور بنفسي علشان تخطيت عدة عقبات ونجحت في حياتي في عدة مجالات. أنا فخور بزوجتي اللي معايا واللي بتساعدني واللي بتقف جنبي واللي بتدعمني برأيها واللي ما بتتأخرش عني في أي دعم أنا بطلبه منها. أنا فخور بأخويا، أنا فخور بصديقي وزميلي اللي حقق إنجاز في عمله، أنا فخور بواحد قريب اللي هو بيساعد الغلابة. ايا كان انت فخور بمين، فشعور الفخر بيملأ قلبك ايضا بالسعادة والحب والعرفان، وهكذا. ممكن تسأل نفسك تقول انا احب من؟ مين اللي انا بحبه في الحياة دي؟ احب الله، واحب رسول الله، احب صحابته الكرام، بحب ولادي، بحب امي، بحب ابويا، بحب زوجتي، بحب كل انسان صالح وكل انسان مخلص وكل انسان تقي، بحب كل انسان بيحب الخير لغيره ما بيحبش نفسه بس. بتحب مين؟ لمن أتمنى الخير؟ بتتمنى الخير لمين؟ بتمنى الخير لبلدي، وبتمنى الخير لمجتمعي، بتمنى الخير لأسري، بتمنى الخير لنفسي، بتمنى صلاح نفسي. ما هي العادات الإيجابية التي يجب أن أكتسبها، وما هي العادات السلبية التي يجب أن أتخلص منها؟ عادات إيجابية، أنا عاوز أبقى صادق، عاوز أبقى مخلص، نجم في مجالي، شرط يكون مجال أخلاقي علمي عملي يرضي الله ورسوله. نفسك تحقق إيه من الأمنيات؟ نفسك توصل لإيه في حياتك؟ يعني أسئلة من هذا النوع هتخليك دايما يعني سعيد وممتن، وان انت يعني اليوم بتاعك تستقبله كده بالأحضان، ومش همك من اي حاجة، ومتوكل على الله
كما قال رسول الكريم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة. تطلع الصبح كده بطونة خالية وتيجي بطونة آخر النهار مليانة، لأنها توكلت على الرزاق الكريم، توكلت على الله. فإذا توكلت على الله في أمر من الأمور هترجع من الأمر ده وإنت مبسوط جدا، وما تتخيلش الموضوع ده اتحل إزاي وحصل إزاي وترتب إزاي، حكمة الله سبحانه وتعالى. فالتوكل أيضا نعمة عظيمة لازم نبدأ بها يومنا. أيوة في صعب وفي مشاق وفي دوشة وفي قلق وفي ما اقدرش اقول لك الدنيا متعقده، بس متعقده على مين؟ اذا توكلت توكل على الله، توكل على الحي القيوم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ربنا سبحانه وتعالى اعلم بك وبحالك وحن عليك من امك، فيجب ان انت تحسن الظن. حسن الظن في الله مهم جدا. اما التشاؤم والطيره وان انت مش مبسوط واللي هيحصل وقت. لا، للكون رب وللكون ملك وللكون خالق، هو أدرى بيك وأعلم بيك وقادر إن هو يصلح حالك إلى أحسن حال بإذن الله سبحانه وتعالى، فاستغنى به عن جميع الخلق. وشكرا.